اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الشراء من الإنترنت على تطبيقكم سياش. قوموا بالضغط على ضبط الإعدادات، سوف نضغط على تطبيقات، ومن ثم سوف نقوم بالضغط على سياش خاص بكم. سوف نقوم بالضغط على إيقاف الإجباري، سوف نضغط على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط على مكان التخزين، سوف نضغط على مسح التخزين المؤقت، ومن ثم سوف نقوم بإيقاف وإعادة تشغيل الهاتف خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن سياج خاص بكم. سوف يظهر لنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم سياج. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.